محافظة البريمي، بوابة سلطنة عمان الشمالية الغربية، وحلقة الوصل بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، تنشط فيها الحركة السياحية والتجارية في فصل الصيف. نحن متعودين في فصل الصيف أن محافظة البريمي بداية زيارة الأهل والأقارب، وطبعا المعالم السياحية اللي نحن يعني تربينا بعد عليها في البلد، الحمد لله رب العالمين. أنا مجلس التعاون كلنا بلد واحد، أهالي وأقارب وكل المتقاربين في الإمارات وفي عمان. تحرص المؤسسات الفندقية على التنافسية العالية في الخدمات لتكون محطة استراحة مناسبة للمسافرين، كما تتحين المؤسسات التجارية الفرص الربحية المتزايدة في هذا الموسم، موفرة السلع التي يحتاجها الزائرون. هذا السوق صراحة ما نتميز فيه أنها جميع الأغراض اللي فيه متواجدة متجددة يوميا، تقريبا شبه يومي، فواكه، سلع، سوق أسعاره مناسبة جدا. وأنا من ساكن في مدينة العين، لكني أتسوق أغلب وقتي من البريمي، من سوق البريمي. إضافة إلى انتعاش الحركة نتيجة لعبور القاصدين إلى الجنوب للاستمتاع بالأجواء الخريفية الخلابة، فهنالك القاصدون إلى المحافظة بذاتها لما تتميز به من مواقع سياحية ومؤسسات تجارية. نحن عائلة جينا من ولاية السويق لولاية البريمي لقضاء الإجازة لمدة 2 أو 3 أيام. قضينا الإجازة في المنتجع، منها تمشينا للأسواق والمحلات، نفس الشيء في خطة لزيارة بعض الحدائق والأماكن التراثية السياحية الموجودة في المحافظة. من الأشياء اللي تميز ولاية البريمي وجود الأسواق اللي فيها الكماليات والأقمشة النسائية اللي تكون محط أنظار النساء من كافة محافظات السلطنة. الملاحظ للحركة السياحية والتجارية التي تنشط في فصل الصيف بمحافظة البريمي يدرك معنى استفادة بقية المحافظات من موسم الخريف بمحافظة ظفار. عادل بن حمود السعيدي، محافظة البريمي.